إذن اندفاع لجياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات على مسافة الميل وربع الميل متنافسة على كأس الوفاء كأس الأمير محمد بن سعود الكبير الفئة الثانية في الميدان السعودي بانطلاقة واندفاع. مشاهدين الكرام نتابعها لمتوالي من المسار الداخلي ومن المسار الخارجي. أتابع أيضا أبو خيال للمركز الأول الآن ينطلق بقيادة هذا الشوط، شوط الميل وربع الميل، شوط الوفاء لأهل الوفاء، شوط كأس الأمير محمد بن سعود الكبير. الانطلاقة المتميزة متابعينا الكرام مع أبو خيال ويتابع مباشرة في المركز الثاني. متابعينا متوالي للمركز الثاني في متابعة أيضا من جياد الأسطبل الأبيض التي تتقدم في هذه الأثناء. متابعة أيضا اقترب منها إذا متوالي صاحب المركز الثاني أبو خيال في هذه الاندفاعة لازال يقود الشوط الكبير. يهيأ لمن هو يستحق في هذه الاندفاعة المميزة متابعينا الكرام. متوالي يتقدم من المسار الخارجي يتقدم في اندفاعة متميزة أيضا أشاهدها للنجم البارز واندفاعة للأسطبل الأبيض وجياد الأسطبل الأبيض في اندفاعة كبيرة. النجم الفائز وقادمة أيضا كافلة قادمة في منافسة قوية على مسافة الميل وربع الميل. الأمتار الأخيرة 300 متر الأخيرة كافلة تتقدم، ابنة الأبيض تتقدم، كافلة المميزة لكأس الوفاء قادمة، لكأس الوفاء قادمة في حضور أيضا من الأهيب. كافلة أم الأهيب؟ كافلة تواصل أم الأهيب؟ الأهيب يتقدم على خط النهاية. الأهيب وفيا للأحمر وللأسطبل الأحمر يتمكن من كأس الوفاء. ألف مبروك.